السلام عليكم خواتاتي، اليوم هذا الفيديو فقط بغيت نضحك معكم شويه. كنت نحضر في واحد الوصفه، كنت ندير في تجارب لتحضير واحد الوصفه. كما راكم تلاحظوا هاد المكونات اللي استعملتهم، كنت نصور كما العاده ونخلط، من في الاخير جمعتها بالماء وقعدت نزيد الماء ونخلط حتى كملت الكميه نتاع الماء. لكن شوفوا النتيجه، هنا تظهر لكم سائله. من نجمعها غادي نجمعها كتله واحده، غادي تظهر لكم وكأنها صلبة. غادي نجمعها على هذا الشكل كما راكم تلاحظوا في الصورة. بمجرد التوقف على هذه العملية، يعني ما نوليش نحرك في يدي على هذا الشكل، تصبح سائلة. يعني النتيجة أذهلتني، ما كنتش نقارع فيها، كأنها لعبة أطفال. هذه العجينة تشبه كثيرا هذيك اللعبة تاع سلايم. تقدروا هذه العجينة توضعوا لها ألوان مختلفة وتوضعوها في علب صغيرة وترجعوها لعبة لأطفالكم. وصلنا إلى نهاية الفيديو نتاع اليوم، ونقولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.